بالنسبة للأطفال، عدد نبضات القلب يعني تساوي معدل ضعف الكبير أو البالغ، ده صحيح. فبماذا تفسر يعني تفاوت؟ ليه؟ الطفل ربنا سبحانه وتعالى خلقه ان هو ليه معدل نشاط الخلايا عالي جدا، يعني معدل نشاط الخلايا في الطفل اعلى من الكبير. في كلمه دايما بيعلموها لنا في الطب، ان الطفل الصغير ليس رجل صغير الحجم، لا ده كائن مختلف تماما عن الكبير، سواء كان راجل او انثى. له احتياجاته في إنتاج طريقة الخلايا. تعامل الخلايا والأعضاء مع المتغيرات، مع هضم الطعام، مع تمثيل الخلايا للغذاء اللي بيخش لها، معدل النمو، معدل النشاط مختلف تماما عن الكبير. حتى استجابته للأدوية مختلفة عن الكبير، وتأثير الأدوية عليه مختلف عن الكبير. فهو القلب بيدرك هذه المعلومة، وبيقدر إن هو عشان يتجاوب مع هذا الكائن ذو الاحتياجات العالية جدا، هو نفسه بيضطر بيجري بسرعة جدا. يعني مثلا لو لقيت طفل في السنة الأولى معدل ضربات قلبه 120 130 لحد 140، أنا مش قلقان خالص. لكن لو أنا لقيت رجل ضربات قلبه 120، لا أنا لا بقلق، أبدأ تقلق. أدور أنت ليه ضربات متوسطها قلبك 120؟ 80. لو عدى ال 100 بقى قلقان جدا، لحد 90 بقى مطمن، أكتر من 100 بقى مضايق، سبحان يبقى الله. في حاجة غلط بتحصل، وده من ضمن الإعجاز. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك واشترك في قناتنا على يوتيوب الصحة تشانل.